خلايا الدم الحمراء، وهي خلايا صغيرة مقعرة الوجهين. شوف هاي الكريات الحمراء مقعرة الوجهين، يعني من هذه مقعرة، من هاي الجهة والجهة الثانية مقعرة، فبجانب تكون هيك شكلها. الخلية البالغة منها في الثدييات تفقد نواتها، تكون ذات أنوية في الفقريات الأخرى. يعني بالثدييات موجود ما بها نواة، لكن بالفقريات الأخرى بها الخلايا الدم الحمراء بها أنوية بالحيوانات الأخرى، لكن بالثدييات تفقد نواتها. شوفوا هاي مراحل الموجودة بداخل تكوين الكرية الحمراء، شلون تفقد نواتها وتتخصص في حمل صبغات تنفسية إلى أن تصير هاي الكرية حمراء. وخلية الدم الحمراء تحتوي على صبغة تنفسية وهي الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هي صبغة تنفسية وظيفتها حمل الغازات التنفسية الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. يكون عددها في الإنسان البالغ حوالي 25 تريليون، أما في المايكروليتر تكون 6 مليون العدد مالتها. خلايا الدم الحمراء يكون عددها بالذكور أكثر مما في الإناث، وإن عددها يزداد لدى الأشخاص الذين يقطنون المرتفعات. المرتفعات ماكو أكسجين، فالجسم يعوض، حتى يعوض يحصل أكسجين للخلايا، فيزيد عدد كريات الدم الحمراء، فلهذا يزداد عدد الأشخاص الذين يقطنون المرتفعات، لأن الأكسجين أثقل من بقية الغازات، فيكون في المناطق المنخفضة. بالمرتفعات يكون نسبته أو كميته أقل، فلهذا يزداد عدد كريات الدم الحمراء الأشخاص اللي يقطنون المرتفعات حتى يعوض نقص الأكسجين. متوسط عمر الخلية الحمراء 4 أشهر، وخلال هذه الفترة تكون قد قامت برحلة قطعت خلالها 700 كيلومتر. وتنضغط خلية الدم الحمراء باستمرار خلال الشعيرات الدموية التي تكون أحيانا ضيقة جدا، لدرجة أن خلية الدم الحمراء تنضغط لكي تمر من خلالها. شوف هاي الأوعية الشعرية كلش دقيقة، تعبر من خلالها كرات الدم الحمراء. من تعبر حتى تكون تنضغط هاي الخلية الحمراء حتى تعبر من خلال الأوعية ضيقة جدا، من تعبر من خلال الوعاء الدموي، وفي نهاية عمرها تتكسر إلى أجزاء وتبتلع من قبل الخلايا البلعمية.